السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم كيك بارد بدون فرن من أسهل وألد الكيكات اللي جربت. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبارتاجيو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. أول شيء غادي نحضر الكريمة. نحتاج لها نصف كوب من السكر، ما يعادل 75 غرام، ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض، ملعقتين كبيرتين من النشا أو مايزينا، ملعقة صغيرة من الفانيليا أو السكر الفاني. نخلط المكونات الناشفة جيدا. من بعد نضيف الحليب السائل، ما يعادل 800 ملل من الحليب السائل، تقريبا لتر من الحليب نقص منه كاس. نحرك المكونات جيدا قبل ما نوضع الإناء على النار، هذه المرحلة مهمة جدا. من بعد نوضع الإناء على نار خفيفة مع التحريك المستمر حتى نشوف الخليط بدا كيتقال. كنحصل على خليط كريمي على هذا الشكل، هذا كيف كتشوفوا. في هذا الأثناء نضيف علبة من القشطة، الوزن ديالها 125 غرام. القشطة كتبقى اختيارية، ممكن تستغنوا عليها، لكن كتعطي قوام هائل لهاد الكريمة. نحرك المكونات جيدا. نضيف 100 غرام من الشوكولاتة أبيض، الشوكولاتة كيعطي طعم هائل لهاد الكريمة. نحرك حتى يذوب الشوكولاتة. من بعد نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة، الزبدة كتعطي لمعان للكريمة. نحرك جيدا حتى تذوب الزبدة. من بعد نزول الإناء من على النار وندوز المرحلة الموالية. نحتاج بسكويت الشاي أو بسكوت الشاي، أنا غنستعمل هاد النوعية هادي ديال الشوكولا. ممكن تستعملوا أي نوعية متوفرة عندكم. كنعمل طبقة من البسكوي في القاعدة كيف كتشوفوا. أنا اختاريت هاد القالب، القياس ديال القالب 24 سنتي. من بعد كنملأ هادوك الفراغات في الجوانب حتى هما بالبسكوي، وكنوضع طبقة من الكريمة اللي حضرت معكم. نوزع الكريمه بشكل متساوي فوق البسكوي على هذا الشكل، هذا كيف كتشوفوا. انا استعنت بالملعقه. طريقه سهله، كنحصلوا على كيك رائع في وقت وجيز، ما كياخذش منا وقت كبير. من بعد نعمل طبقه اخرى من البسكوي. جاتني العديد من الأسئلة على القشطة اللي كنعمل في الكريمة. العديد من الأخوات كيسولوني منين كنشريها. أنا كنشريها هنا من السعودية، لكن هي متوفرة في المغرب، لأنني منين كنكون في المغرب كنشريها، كنلقاها موجودة في المحلات اللي كيبيعوا المواد الغذائية. صافي، كنعمل طبقة من البسكوي وكنملأ الفراغات اللي في الجوانب حتى هي. من بعد كنعمل طبقه من الكريمه. هذه الكريمه كتجي لذيذه بزاف، اقتصاديه. نوزع الكريمه فوق الطبقه ديال البسكوي بشكل متساوي. من بعد نعمل طبقه اخرى من البسكوي. طريقة سهلة، من بعد نعمل طبقة ديال الكريمة. أنا غادي نعمل أربع طبقات من البسكوي وأربع طبقات من الكريمة.
ممكن تكتفيو فقط بثلاث طبقات، كيجي زوين صافي. من بعد كنعمل طبقه من الكريمه كيف كتشوفوا، هذه هي الطبقه الثالثه، ونوزعها بشكل متساوي. ونعمل طبقة من البسكوي، الطبقة الأخيرة، هاد الكيك سهل التحضير، ممكن تحضروه في آخر لحظة، ما كياخدش منكم وقت كبير. وكيف شفتوا المكونات بسيطة، كنعمل طبقة من البسكوي وكنملأ الفراغات اللي في الجوانب. ومن بعد نعمل الطبقه الاخيره ديال الكريمه، ونوزعها على الوجه. نحاول ان نغطي الوجه ديال الكيك كامل بهاد الكريمه. ندخل القالب للثلاجة حتى تتماسك الطبقه ديال الكريمه لمده 4 ساعات. لتحضير الغناج او الطبقه الاخيره نحتاج 150 ملي من الكريمه السائله، نضيف عليها 150 غرام من الشوكولاتة اسود. انا غادي نذوبهم غير في الميكروويف، ممكن تذوبهم على حمام مائي. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه من بعد ما ذوبتهم في الميكروويف. غادي نخليه حتى يدفى شويه ونوضعه على شكل طبقه اخيره. نوزع الغناج على وجه الكيك بشكل متساوي. الا ما كانش متوفر عندكم الكريمه السائله، ممكن تذوبوا الشوكولات وتضيفوا عليه علبه دانيت شوكولا، حتى هو كيجي مزيان. من بعد ندخل القالب للثلاجه لمده ساعه ونعود نرجع معكم عند التقديم. قبل ما نقدم الكيك غادي نزين الوجه ديالو بهذا البسكوي، غادي نبشره على الوجه على هذا الشكل. هذا التزيين كيبقى اختياري حسب الرغبة او حسب متوفر. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه. غادي نقطعه بكل سهولة كيف كتشوفوا، كيجي رائع جدا، والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه. غادي نهز لكم قطعة باش تشوفوا الشكل كيف عامل، كيجي على شكل طبقات، شكل جميل، شكل راقي، والمذاق يا سلام كيجي لذيذ بزاف. هذا الكيك ممكن تعملوه وتعودوا تعملوه مره اخرى، لانه فعلا يستحق تجربه. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الجميله، من اللايكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده.